تثبت هنا. يلا بقى هات لنا شويتين ترامادول كده ولا حاجه. ادفع له ولا على الحصاله؟ اعمل لنا كوكتيل ترامادول وانت وشطارتك. ماشي. اتكل. السلام عليكم يا دكتوره. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عمر. مرش عليك ظالم يا رب. حاجه كده بس على السريع. على مزاجك. لا مش فاهم. مش فاهم ايه بس يا دكتوره؟ شريطين ترامادول، شريطين تراما جاك، اي حاجه من التراما يعني اللي بتزود الدماغ. حاجات دي جدول، معاك روشتة؟ كلام اخوك روشتة، وبعدين انجزني عشان انا في ناس واقفه بره مستنياني. الحاجات دي ما بتتصرفش غير بروشتة، هتمشي ولا اكلم لك الاسم؟ هتكلم لي الاسم؟ الله الله الله، ليه بس كده؟ صباح الفل يا نصر. صباح الفل حبيبي، نمت كويس؟ الحمد لله. المرتب بتاع بره حلو، بس المله بتاعت سيدنا ابوكي حاجه تانية خالص. والنبي عندك حق. العيش المقمر الولعه. تعالي يا ولعه طمنيني، عامله ايه بنت في الشغل؟ زي الفل الحمد لله، زودوني في المرتب وبقيت بشتغل مع ناس شيك قوي، ده بقى في زباين بيطلبوني بالاسم كمان. بلا شيك بلا مرتب، انت مبسوطه؟ مبسوطه طول ما انت معانا يا حبيبي. احكي لي انت عملت ايه؟ لسه ما عملتش، هاتي بقيت الفطار. حاضر. العسليه بتاعتنا. مفيش صباح الخير؟ مفيش حوض؟ مفيش بوسه؟ لا في طبعا. طب تعالي. طعميه يا نصره. حاضر. صباح الفل يا عسل حبيبي. صباح الفل عليكم. ايه صوتك جايب لحد باب السكه؟ ما كانوش بيزغطوك بره ولا ايه؟ طعميه يا نصر. ايه ماله صوت يا بنت؟ مش كان بيعجب زمان ولا ايه؟ جه ازيك يا ميسه؟ تعالي يا بنت كلي يا حماتك بتحب. وانتي هتقولي لي اهلا بكي زهان لمونه في بلد قرفان. انت يا بنت مالكيش دعوه بيها. شفت احمد؟ عديت عليه في الصيدليه امبارح اطمنت عليه. بقول لك ايه؟ شويه عجه بقى حلوين. يلا نعم. يلا طير. صباح الخير يا صلاح. ازيك يا صلاح؟ تعالى كل. يسعد صباحك يا نصر يا عسل. انت بتعمل ايه؟ مش فطرت مع امك؟ لا. طب تعالى عايز خلي بالك من النجفه، اعملوا سندوتشين. حاضر. ثلاثة. طيب. تعالى صلح. ايه؟ الدنيا فيها ايه؟ والله كلمت كام واحد كده بس لسه. ما تيجي ناخد الفترة الجاية دي على الرايق لحد ما نجيب قرار السوق وميته. الكيف هنا غير كيف هناك. هناك الليلة في الصنف، إنما هنا الليلة في اللي بيطبخ. وحلني بقى على ما نربي زبون نكون طفحنا. نكون إيه يا صلاح؟ وإحنا الفلوس اللي رجعنا بيها هنرد عليها وهتزيد لوحديها. بس السكة يا صاحبي، السكة لسه. السكة يا صلاح، كل سكة وليها نواصي، والنص يا مندول لو ما قفشتهاش بقلب ميت غيرك هيقفشها وينحتك بقى في الرايحة واللي جاي أرضية. طب والحكومة؟ مش نعرف بتعشش فين؟ إحنا هنلف منين؟ لا، إحنا هنزق في الدغري بعد الثورة. مفيش مناورة بس. مفيش بس. هو انت رجعت من السفر اتدفيت ولا ايه؟ يا عم ما اتدفيتش ولا حاجه. امسك يا رحيم. انا مش فاهمه ايه اللي جاب صلاح ده على الصبح؟ هو اللي داخل واللي خارج لاشق فوق دماغنا؟ فطار ده ولا حفله؟ في ايه يا ايه مالك؟ ايه اللي حصل يعني؟ هو عمل لك ايه؟ ايه بنت مالك في ايه؟ طهور جوز خالتك وحياتك، مش علاقه من خارج فوق سطوح بيتكم ليه؟ ما تبطي يا اختي شويه، ما طول عمري بيبان الحرام نفذها على بعضيها مالك؟ يوه بقى. جرى ايه يا بنت؟ ما تهدي حسك شويه. لو اخوكي سمعك هي طربق البيت على اللي فيه. غوري صلي على النبي يا اختي. معلش. عليه الصلاه والسلام. ما هي لسه صغيره برضو. بلا صغيره بلا زفت بلا قله ادب. البيت بكحه. اهدي اهدي. مين اللي عمل في كده يا قاطع؟ انت مين؟ انت تعال. Thank you.
يلا. والله ما قادره شبعت مش قادره يا ابو صلاح. ديهم خلاص ما تكسفيش ايدي بقى يلا. انا من امتى بس بكسف ايدك؟ يلا بالشفا ان شاء الله. الحمد لله. طمنيني بقى رجلك عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. ده انا كويسه قوي. ده كفايه ان انت يا اخويا قعدتك جنبي بالدنيا كلها. طب بذمتك مفيش اي حاجه مزعلك مني؟ يعني حاجه كده حاجه كده. احنا كلمنا في الموضوع ده كتير. انا ببقى كويسه ومبسوطه لما الاقيك كويس مش محتاج حاجه. وجوازك مضرنيش، بالعكس ده ريح قلبي وخلاني ما شايلكش ذنب رقدتي ولا وقف حياتك معايا. بنت اصول طول عمرك وعارفه الصح والغلط. الله. امال ايه؟ امال انا شايلك على راسي بقول ايه؟ وبعدين ما انت عارفه ولي انت اللي في القلب والجوه. طب عليا النعمه، انا لو لفيت على نسوان الكون ده تمن هتفضل انت برضه جوايا ست الستات. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خير؟ جاي تكمل عليها؟ مش كفايه رقدتها؟ طب عليا النعمه، ما حد جايب لها الكافيه الا عمايلك انت يا ابن الكلب. وبعدين جريات ياكش فاكر ان حاجه استاذن منك لما اجي داخل بيتي ولا اقعد مع مراتي؟ مراتك؟ مراتك بأمارة ايه؟ بأمارة ما انت راميها كده وداير كل شهر تتجوز بنت من دور عيالك؟ والنبي يا شيخ اسكت لحسن الواحد لو فتح في الكلام. صلاح اسكت. سيبيه يا ام صلاح. ما هو مش هيبطل النغمة الحمضانة دي اللي داري غنيها وراها في كل حتة. عيش دنيتك يا صلاح، عيش دنيتك وشوف مصلحتك. واللي بيني وبين امك ده انت مش هتفهمه يا حبيبي. عارف ليه؟ ليه؟ عشان مخك زنخ وجزمة قديمة. طب خف وزنك واتكل على الله، روح شوف مزاجك بعيد عننا، حل عننا. بس بقى يا صلاح ولا كلمة تانية. بس يا أم عشان ساكت بسببك انت والله. بسببها؟ لعلمك بقى اللي بيني وبين امك ده صلاح هو اللي مصبرني عليك وعليها الطلاق بالتلاتة. انا لو صبري نفد لأذيك وحزعلك زعل وحش قوي يا صلاح. وما اخويا، وما اخويا اقعد جنب امك كلكم ومسكوه جلدوه لحد ما احمرت البوبوش. صدق يا بلبل حياتهم يسموه بدل معوض الاسمر معوض الاحمر. العب يا دنيا. ده مين ده اللي بيطلب؟ الو ازيك يا بنت يا حمديه؟ طب بالراحه بالراحه بس عشان افهم بتقول ايه. يا نهار ابو اسود خليك عندك، مسافه السكه وجيالك. انت سكت، انت رايح فين يا ولية؟ خمسة وراجعة، خلص عددك وتك ولا اقول لك خليك قاعد، مسافة العلقة وراجعة لك. صلاح ومخك جايين يا ولية. يا سيدي راجعة، الله. مخبيش عليك يا سيد. أنا كنت خايف ترد زيارتي بعد اللي حصل. ليه يا معلم؟ أنت داخل بيت جدالة يعني بيت كل أصول. وأنا جاي أتم الأصول. أنت ليك حق في رقبتي ومش هتحل منه غير باللي يرضيك. دم الرجالة ما بيتحلش بالكلام يا معلم. ومين اللي قال بالكلام بس يا ست البنات؟ اللي حصل غلط. ومين اللي ابتدى الغلط؟ مش أخوك وربيته؟ طب ورحمة أمي؟ لولا الرجالة اللي حط جزامهم في راسي. نصرة يا أست نصرة، أست نصرة الراجل قال حقكم في رقبته، يعني اللي هتأمره بيه هيتنفس. وهو معلمك عدم لسانه عشان يخلي ديله يرد. وبعدين بقى؟ واحنا مش قاعدين ولا ايه؟ انا دخلت بيتكم وشايل الغلط على كتافي وما يرضكش يتزحمل على كتافي وترمي على كتافكم. انا بوقف في الكلمه، اختي برضه ما غلطتش. قول جوه نصر. حاضر يا اخويا. اللي عمل اخوك تمامه عند نسوان رقبته، ايش حال بقى عند الرجاله؟ اخويا اعمل له ايه؟ طول عمره عاوز يقص هيبتي وسمعتي. العيب مش عليه فوده، العيب اللي يمشي ورا كلام العيال، واللي يمشي ورا العيال ما يخلاش من القصايص. دوره البيع اللي رامي عياله يا سلطان، ومش طايلين منه غير الميرازيه والسيره الوسخه. خش دغري فوده، والكلمتين اللي في حبك ارميهم في وشي بعبالهم. ما تعملش زي اخوك ترمي وتجري. كفايه كلام يا معلمين، الليله دلوقتي على اخويا اللي دمه اللي ساح. وانا جاي انفض عبايتي وامسحه يا سيد، وكلمتي قدام الكل. معوض ما يهوبش ناحيتك ولا ناحيه اللي حواليك بعد النهارده. قلت ايه؟ مرضي؟ مجيتك فوق دماغي، بس مش محتاجه كلمتك. اخوك اتعدى عليه مره، واللي سيد بخارس يعد عليه واحده يستنى اجله في التاني. امين. اشربوا الشاي. ايه ده؟ في ايه؟
مالك قاعد كده ليه؟ في ايه يا احمد؟ مالك يا حبيبي؟ انت كويس؟ شايفه ايه؟ شايفه بصراحه يعني انك ما تزعلش. اللي حصل ده حاجه ممكن اي حد في الدنيا يتعرض لها، ما تكبرش الموضوع يعني بالطريقه دي. كبر الموضوع؟ رحمة انا حاسس ان انا عاجز ومربوط، حاسس انها صوره انتوا بتتفرجوا عليها وبتتكلموا عنها كانها هوا. يا احمد افهمني، لازم الحكايه اللي حصلت دي تخليك اقوى، مفيش حاجه يعني تستاهل لكل ده. يا رحام، الحكايه مش حكايه خناقه وعدت، دي دنيتي اللي انا عايشها. انا كل ما اجي اقول حاجه ولا اعمل حاجه الاقي نفسي بقول حاجه تانية خالص وبعمل حاجه تانية غير اللي جوايا. حبيبي ما تكبرش الموضوع قوي كده، ما تخليش الحكايه دي تاثر عليك للدرجه دي. يا رحام انا عمري ما كنت زي ما الناس شايفاني ولا عارف اكون. حبيبي ما حدش طلب منك حاجه، خليك على طبيعتك. وبعدين بالعكس يا ابني، احنا اصلا كلنا فرحانين وبنتباهى بيك. انت بتضحك عليا يا رحاب؟ فرحانين بمين؟ انا دلوقتي في اللي بيتكلمني، في اللي بيفكر لي، وبقى في اللي بيجيب لي حقي لما اتضرب كمان. يا احمد، معقوله شايل كل ده جواك؟ والله ما مستاهله. موقف وعدى زي اي موقف بيحصل لاي واحده او واحد وهما ماشيين في الشارع عادي يعني. رحاب انت الوحيده اللي انا بعرف اتكلم معاها واقولها اللي جوايا. اتكلم يا حبيبي وقول كل اللي جواك، فضفض باللي نفسك فيه يا احمد. يا بنتي حميد، ايه اللي حصل؟ احكي لي، جايباني على ملا وش جري ليه؟ قابلتي؟ الحقيني قابلتي. ايه اللي حصل قولي؟ مدير استغلبني الكلب، ضربني وورمني وفرج عليا الوحش كله. يا نهار ابو اسود، هو فين وانا اقدمه على شبابه؟ ايه ده؟ انا مش قلت لك امشي بتاعها بره؟ ما تجيش هنا تاني؟ الهي ما حد يعرف لك عتبه لا دنيا ولا اخره يا بعيد، عامل لي راجل وانت عرب شنبات. يلا كمان بتضرب. يا ابو حميد. يا سيد اتفضل. اتفضل ايه؟ اتفضل دين، ياض هب فيا، قول له اقعد، اطلع بره مش فاضيلك دلوقتي. ما تطلعش مني يا اخويا. تعال اقعد. انا عارف انك زعلان وحقك وانا عارف، بس معلش كله بيعدي وكل واحد فينا بيقع، بس الجدع بقى اللي وقف تاني على رجليه. انا كويس اهو يا سيد، عايز نعمل ايه يعني؟ ياض انت هتلف عليا ده رضع اسفلت، انت فاهم قصدي كويس وعارف انا عايز اقول لك ايه. ما تخليش حد يهزك، الكتر اللي كتروه عليك بتهد اي حد. تمام. لا مش تمام، بس هتبقى تمام عشان عارفك واتذكر وهترمي كل حاجة ورا ظهرك. بس عايز تحط في دماغك إن الحتة كلها مالهاش سيرة غير اتنين، أحمد اللي ساح دمه وسط 20 واحد، وأحمد اللي لسع معوض النجس على وشه قدام 2000 واحد. اتذكر بجد اللي ياخد حقه بدراعه. لما تهزيش جمالك وتثبتني، أنا لا جاي أسمعك لنصايح ولا راضيك بكلمتين. أنا جاي بس أفكرك بوصية أبوك ليا قبل ما تكون ليك، عشان تعرف تتعامل مع الدنيا دي لازم تاخدها كده زي ما هي على غباوتها، تديك كف تديها اتنين، تكسر لك عين تعملها الاتنين، وتقول لها تعالى هاتي اخرك معانا ماليش اخر، فاهم؟ فاهم يا سيد. بس احنا كنا متفقين على قلم مش شلوت على وشه